ده احمد فهمي بيحب العمل بيعمل جدل بتشوف ده نجاح؟ اه طبعا ايوه طبعا. اصل انا هقول لك حاجه، انت دلوقتي لو مسلسلك نزل وما جاش سيرته خالص ايه رايك؟ يبقى انت مالكش اي اهميه، والمسلسل اصلا ما عجبش ناس ولا ناس كده اصلا. مفيش عمل هيعجب كل الناس خالص باللي بيكسر الدنيا. في ناس هتقول ده انت عاجبكم ازاي وبتاع، لكن في الاخر فكره الجدل اذا هو عمل مهم وموجود وعليه وعلى فكره اللي مش عاجبه برضه من حقه، وفي غلطات كتير الناس كان عندها حق فيها، ملهاش علاقه بقى بدي غلطه مساعد، ملهاش علاقه دي بغلطه ستايلست مخرج ممثل. هو حقه بدل ارجاء يعني بدل اورجانيك ومش كامبين مدفوع، هو من حقه ان هو يقول كده. لكن في الاخر مفيش راكور هيسقط مسلسل ولا هينجحه برضو، عشان اجيب لك من الاخر. بس طول ما انت عليك جدل، طول ما انت موجود من غير ما تفتعل، يعني من غير ما انت تعمل حاجه وتعمل كامبين، اللي هو لو انت نزلت العمل واللي عليه كلام كتير تعرف ان انت يعني. انا السنه بتاعت رجاله البيت كنت في حاجات مبسوط بيها جدا على فكره، لان في الاخر كم حد من زمايلنا بيسقط في هدوء كتير، ومفيش حد ما سقطش يعني، مفيش حد ما وقعلوش عمل. اللي يقول لك انا عمري ما وقع لي عمل ده كذاب، كله وقع له حاجات. طبيعه الحياه فشل ونجاح ما فيهاش يعني، ومش فكره فشل اصل الشغلانه بتاعتنا دي ما فيهاش فشل على فكره. احنا على السوشيال ميديا وعلمه هو قاعد هناك اكتر حاجه بتدخل لنا فلوس اكتر من رايح المدام وسيد الشحات، ان هم كسروا الدنيا ساعتها ومش بشهد يعني، هم في العالم كانوا رقم واحد في الكوميدي. رجاله البيت ده بيدخل فلوس اكتر، وحياه ربنا على الشانل بتاعتي وفي ناس بتحبه. بس في الاخر هو حصل عليه جدل كبير، ده يبين ان انت مهم. انما انت لو سقطت وانت ما جاتش سيرتك خالص، يبقى انت اصلا مش في دماغ الناس يعني.